المشروع الثاني المهم مشروع استثمار الغاز الفائض من حقول البزرقان، حيث من المتوقع أن يتم إكمال هذا المشروع. المشروع طبعا يتكون من 3 أجزاء رئيسية، وحدة الكبس في حقول البزرقان، انبوب بحدود 80 كيلومتر الى منطقه الحلفايه، الى حقل الحلفايه، وفي حقل الحلفايه سيتم نصب وحده معالجه. سيتم معالجه حوالي 70 مليون قدم مكعب قياسي فائض من حقول البزرقان، واستثمارها لتزويد محطات نير كهربائيه العائده لوزاره الكهرباء. هذا المتوقع ان يتم انجازه خلال العامين القادمين ان شاء الله.